السلام عليكم. إن شاء الله في هذه المحاضرة راح ناخذ موضوع الأبدومينال بين اللي هو ألم البطن. هذا الموضوع شيء كلش كومن، يعني إن شاء الله حتواجهونه هواية بحياتكم العملية، فلازم تعرفون شنو أنواعه، شلون تتعاملون ويا هاي الكيس كأبروتش يواجهكم بالمستشفى. فبالبداية خلونا ناخذ التايبس أوف ذا أبدومينال بين، شنو أنواعه؟ عندنا فيزيرال بين، بارايتال بين، psychogenic shifting well referred pain. أول نوع هناخده هو ال visceral pain. شنو يعني visceral pain؟ هذا المريض يصير عنده ألم بطنه، لما تيجي تقول له أشر لي على مكان الألم، يعني ما يقول لك بالذات، ما يقول لك المكان المضبوط للألم، يخلي إيده أوكي على فد منطقة يقول لك دكتور هنا الألم، يعني يحس بطنه كلها توجع مثلاً، أو مثل جهة الأبر كوادرانت أو اللور كوادرانت هي اللي توجعه، ما يحدد لك، ما يسوي بوينتينج إنه الألم بكذا مكان يحدده. هذا الفيزرال بين يصير unlocalized pain، أو شي يسمونه poorly localized. أوكي، يعني المريض ما يقدر يأشر لك عليه ويحدد لك مكان الألم بالضبط، يخلي إيده على بطنه ويقول مثلا دكتور هاي المنطقة تأذيني، هذا المكان يأذيني. أوكي، فخلونا نفهم شنو يعني ليش المريض الألم هنا يكون poorly localized. عندنا الجات أورجانز، أوكي، اللي هي الأعضاء الموجودة داخل الأبدومن، قد تكون الستومك، سبلين، ليفر، انتستن، سمول أند لارج انتستن، هاي شبيهة تكون insensitive to stimuli such as burning and cutting، يعني insensitive ما تتحسس. شنو قصدنا بالبرنينج والكاتينج؟ يعني مثلا واحد اوكي جبنا في البنتال ستيمولاي، قد يكون هي شي حار او قرصه قرصنا بيها السكن اللي هي بايده، او شي حار خليناه على ايده، هو راح يحس بالم. اوكي، هذا شنو؟ هذا قصدنا بالبورنينج والكاتنج. نفس الستيمولاي اذا طبقناه على الفيزرال اورجانز اللي هي مثلا الانتستين، ما راح يحس بالم، لان دي شي يحس بها انترنالي، البين انترنالي داخل الجسم. إذا لما تتحسس sensitive لشنو؟ للdistension, contraction, twisting and stretching. يعني المريض لما يصير عنده distension of the abdomen، تنتفخ بالبطن مالته، أوكي، أو يصير contraction بيها twisting, stretching، تمدد، أي شيء من هاي العوامل ممكن شنو؟ ممكن يسبب لنا pain، يعني abdominal pain، أوكي؟ لأنه الانتستين أو الجت organs تكون sensitive لهذه الستيمولات اللي هو distension, contraction، twisting and stretching. زين، عندنا بعد شنو في المعلومة؟ يقول إنه الأورجانز داخل الجات، داخل الأبدومن، أكو paired وأكو unpaired. شنو يعني paired؟ paired يعني مزدوجة، يعني ثنائية متناظرة، مثل الكليتين، الكدني، عندنا two kidneys، مثل ureter، two ureter، أوكي؟ بينما الـ unpaired structure اللي هو مفردة، مثل الستومك، سبلين، ليفر، أوكي، هشبيه البنكرياس، بتكون unpaired structure. إذا كان عندك pathology structure unpaired يعني مفرد، وين يحس الألم المريض؟ وين يحس بالألم؟ soft in the midline، هاي usually but not always، يعني عادة يحس بالميدلاين بس مو دائما، يعني هاي ما تقدر أنت شلون تثبتها في المعلومة إنه unpaired structure دائما بالميدلاين، لا ما تقدر تحلف عليه، يعني خليه usually عادة. أوكي، هاي المعلومة لكم. فهسه عرفنا الفيزرال بين انه شنو مواصفاته. اول شيء يكون sensitive للديستنشن والكونتراكشن twisting and stretching اللي هو internally يحس بيه داخل البطن، اوكي. والشغله الثانيه انه هو poorly localized. ليش؟ لانه التجهيز مالته راح يكون عن طريق السبلانك نيرف، مو عن طريق السوماتيك. النيرف بالفيزرال تكون قليله فما راح يحس بالالم، اوكي، إلا إذا كان أكو ديستنشن مثلا، أوكي، هو راح يحس بيه. فعندك مواصفات اثنين مهمة، إنه هو سنسيتيف لكذا شيء، والشيء الثاني الألم يكون poorly localized، ما يقدر يحدد لك إياه المريض بالضبط. عكس منه، عكس البارايتال بين. البارايتال بين هو من اسمه بارايتال، يعني إيش راح يصير بهاي الحالة؟ حيصير ستريتشنج للبارايتال لاير. إحنا مو عندنا الأبدومين بها فيزرال، بارايتال، فيزرال لاير، بارايتال لاير. البارايتال لاير بيها صفة إنه النيرف سبلاي بيها كلش هواية، أوكي، النيرف سبلاي هواي، فإذا صار بيها الستريتشنج المريض حيحس بالألم
بالمكان المضغوط، يعني أشر لك بوينتك، جيب إصبعه أو جيب إيده وخليها بكذا مكان، قول لك دكتور هذا المكان هو اللي يأذيني، يأشر لك عليه بالضبط. أوكي، لأنه البرايت اللاير لما يصير بيها ستريتشنج بيها نيرف سبلاي هواية، فراح يحس الألم بالمضبوط. يقول إنه البرايتال بريتونيوم is innervated by somatic nerve، ذاك كان splenic nerve، هذا somatic and its involvement by inflammation. أوكي، لما يصير التهاب بالبرايتال لاير، infection or neoplasia causing sharp well localized and lateralized pain، هذاك كان dull pain نوعه، يعني داخل البطن يحس بيه وبطنه كلها تأذي، هذا لا sharp well localized بمنطقة معينة، مثلا يجيبها على منطقة الليفت ابر كوادرنت ويقول دكتور هذا المكان يأذيني. هسه عرفنا الفيزيرال بورلي لوكالايز، البارايتال هو ويل لوكالايز ويكون شارب. النوع الثالث من البين هو الريفيرد بين. شنو الريفيرد؟ الريفيرد انه مثلا المريض عنده فد ألم وين؟ بمنطقة الجول بلادر بالمرارة اللي هي بالرايت ابر كوادرنت، وين يحس بالألم؟ يحسه بالشولدر بالأكتاف أو وين؟ بالباك، بس هو الألم الموجود بالجول بلادر بعده موجود، فيسمونه الألم المهاجر، إنه هو البثولوج بمكان والألم يطلع بمكان ثاني. أوكي، يعني مثلا أعطيكم مثال ثاني، مريض إجا بالبداية هو خصوصا جماعة الديابيتك ميليتاس، جماعة السكري، هذول جماعة السكري عندهم نيوروباثي، إذا إجا عنده مثلا ام اي جلطة قلبية، المفروض مو يصير عنده تشيست بين. اوكي، هو يجي عنده تشيست بين وبعدين هذا الالم وين يروح؟ للابدومين، يحس بيه بجاستريك بين بمنطقة المعدة. اوكي، فهو شي يجينا رجال كبير عنده سكر يجي يعاني يقول دكتور اني عندي بجاستريك بين كلش قوي، الم بالمعدة، يدزه اي سي جي تخطيط قلب، ايش تلقى عنده؟ جلطة مايوكارديال انفاركشن ام اي. تسأله اكو تشيست بين؟ يقول ايه اكو تشيست بين، وبعدين ورا تشيست بين ورا ما صار عندي الم بالصدر، شو الالم نزل على معدتي وبطني ظلت تأذيني، هذا هو الريفيرد بين، انه هو عنده مشكله بالتشيست بس الالم انتقل وين؟ بالجاستريك اريا، اوكي بالابدومن، هذا الريفيرد بين. عكس منه؟ اوكي، ورا ما اخذنا جماعه الديابيتك وفهمنا الفكره، المريض اللي عنده جول بلادر ستون مثلا او فد باثولوجي بالمراره مالته، الالم هنا يكون يعني بالربع الاعلى الايمن الليفت سوري الرايت ابر كوادرنت، بس وين يقول؟ اقول له اكو الم بمكان ثاني؟ يقول لي اي دكتور اكتافي تاذيني او ظهري من فوق يأذيني بالباك، هذا يسمونه ثيرد بين. اوكي زين، اكو شيء ثاني من انواع الالم، اكو شيفتنج بين. شنو الشيفتنج؟ الشيفتنج انه هو مثلا المريض عنده بحالة الأبندسايتس اللي هي الزائدة الدودية، هذا المريض شنو الهيستوري مالته؟ يجي شي يقول لك دكتور أنا عندي ألم بلش وين السايت مالته؟ أراوند ذا امبلايكس، يعني بنص البطن أراوند ذا امبلايكس، بعدين هذا الألم اختفى تماما منه وين راح؟ راح للأسفل بالرايت إيليك فوسا بين، يعني مكان الأوريجين أوف ذا بين اختفى تماما وانتقل الألم انتقال كلي من المكان اللي صار بيه وين راح إلى كذا مكان، مثلا بالرايت إليك فوسة، شو يسمونه؟ شيفتنج بين، يعني شيفتنج سوى شيفت من هاي المنطقة لهاي المنطقة. أوكي، شنو فرقه عن الريفيرد؟ الريفيرد المكان بي باثولوجي ستيل هاف بين، بعده بي ألم، بس أبو الشيفتنج لا، المكان البي باثولوجي ما بي ألم، يعني كليا انتقل من كذا منطقة إلى كذا منطقة. أفضل مثال هو جماعة الزائدة الدودية، يقول لك دكتور الألم بلش حول السرة بالأمبلايكس بعدين اختفى من هاي المنطقة وراح بالرايت إليك فوسة، استقر بس بالرايت إليك فوسة. أوكي، هذا النوع الرابع من البين، أخذنا فيزرال بارايتال ريفيرد والشيفتنج، بقى لنا نوع من أنواع الألم اللي هو السايكوجينيك. شنو هذا السايكوجينيك؟ هذا المريض يجي كل شي ما بيه، يعني بس هو يعاني من ألم بالبطن، يعني هو خامس الطوارئ abdominal pain abdominal pain، تيجي تفحصه تاخذ history دز ذا investigation كل شي نبي كل شي ما عنده، بس هو شنو صايرت من فد emotional trauma أو psychosocial trauma، يعني متوفي لأحد عزيز عليه أو متعرض إلى emotional trauma، يعني فد شي stress depression بحياته ضايج مكتئب من هالأمور يصير عنده ألم بسبب هذا الشي
سميناه سايكوجينيك بين. اوكي، هسه عرفنا كل انواع الالم. هسه ايش راح نسوي؟ راح ناخذ هيستوري كل بين انت من يجيك، او كل حاله غير الالم من تجيك تاخذ هيستوري، تسوي اكزامينيشن الفحص السريري، تدز انفستيجيشن تحاليل على مود تتاكد، وبالاخير التريتمنت. اوكي، فهسه خلونا على الهيستوري. الهيستوري لازم تسأل، أكيد أنتوا أخذتوها بالكلينيكال سيشن، أحسب السقراطيز اللي هي الاس او والار، وهاي السوالف اللي هي السايت الاوريجين الاونس ديوريشن، ايش قد استمر عندك الالم مثلا، الاسوشيتد فاكتورز ويا الالم شنو عندك ثاني، اكو فوميتنج تقيؤ، اكو دياريا، اكو سخونه مثلا فيفر. اوكي، تسأل على الاجريفيتنج والريليفنج فاكتور، هذا الالم يزداد بكذا شيء، يزداد بفد حالة معينة، بالبوزيشن، بالأكل، زين هذا الألم يخفف فد شيء، سويت فد شيء وقلل عليك الألم، يعني مثلا أخذت فد علاج وقل، قعدت فد يعني بوزيشن بالجسم ماتك وارتاحت عليه. أوكي، هاي فد كلون طيبكم يا حسب السكراتيز اللي أنتم المفروض حافظيها، هاي مالت السايد الأونس أونس سوري أونس duration aggravating relieving factor associated symptom. اوكي، بس عندكم ال duration on pattern. ال duration مهمة، هذا الألم صار لي شقد؟ لأن أني من يقول لي دكتورة صار له ساعة ساعتين أو خلال 24 ساعة، يفرق عن المريض اللي عنده ألم صار له أسبوع أو صار له شهر يروح ويجي أو صار له شهرين. هذا acute و chronic. ال acute أنت تفكر بالأشياء اللي تكون ممكن emergency، او مرات لا مثل البويزنينج، عندي في البيبتيك اثر وصار بيها بيرفوريشن ورابتشر. اوكي، اكيوت يعني كيسز مثل جماعه الباول اسكيميا، هذا يجيك اكيوت اكيوت ابدومين، مثلا عنده ابندسايت زائد جلوديه التهاب بيها وصار بيها بيرفوريشن ورابتشر او ممكن ابسس، ها شنو اكيوت. ابو الكرونيك لا، خصوصا جماعه الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هي اوثرتي بوكون ديزيز، او مثلا الريتابل باول سيندروم جماعه القولون العصبي. اوكي، هذول كرونيك صار لهم اشهر، يجي الم بين فتره وفتره ويروح، فالديوريشن مهم. هذا يعني هاي الفكره من الاثر. بروفايد كلو تو نيتشر اند سيفيرتي، اكيوت ابدومينال كرايسيس ماي اوكوجينال بريزنت انسيدنتلي اور ان باك جراوند اوف كرونيك بين. يعني قلت لكم ان المريض اللي تو جاي عنده الم قوي وأكيوت خلال ساعات أو خلال دقائق، لا هذا يخوف، هذا أكيوت أبدومين، ممكن يكون سيرجيكال كوز. أوكي، يعني ممكن عنده بابروت بيبتيك ألسر، قرحة بالمعدة وانفجرت، أو ممكن عنده زائد جلدية وانفجرت، أو ممكن صار عنده إسكيميا بالباور. دائما خلونا ببالكم هاي الأشياء المهمة. أو إذا كانت شابة، يعني بنية شابة ومرحلة الإنجاب وهي متزوجة، ممكن تكون هاي إكتوبيك بريجنسي، فهاي من الأشياء الإمرجنسي، هاي الأكيوت كوزز اللي تخلوها ببالكم. بعد من الحالات الخطرة والمهمة اللي هي رابتشر أيورتيك أنيورزم، أبدومينال أيورتيك أنيورزم اللي هو شريان الأفر من يصير بيه أنيورزم ودايليتد ويرابتشر، هذا المريض راح يفقد دمه ويدخل بشوك ويموت، وهو جايك سيفير أبدومينال بين وأنت ما لقفت على وقت. فهاي أشياء يعني الديوريشن كلش مهمة بيه. أوكي، أتمنى تخلوها ببالكم. بعد شنو التايب اند لوكيشن؟ احنا مثل ما قلنا انواع الالم اللي توني حكينا عليها، تسال على نوع الالم شنو طبيعته. اكو بعض انواع الالم شنو يقول لك دكتور كوليكي مثل المغص. اوكي، كوليك ابدومينال بين اللي هو مغص، يعني يروح ويرجع، مو يروح ويرجع، هو يبقى الالم موجود بس يزداد بالسيفيريتي مالته ويقل بنفس السيفيريتي، وهاي اغلبهم مجربينها. هذا عاده الكوليك ابدومينال بين يمتى يصير؟ يصير لما اكو فد هولو ستراكشر، يعني تيوب صار بيه اوبستراكشن او صار بيه بيرفوريشن. يعني مثلا المريض اللي عنده حصوه وين بالحالب، يوريتريك ستون، مو مرات يصير بالستون سوري يصير باليوريتر كونتراكشن والحصوه موجوده الستون موجوده، فمن يصير كونتراكشن يحاول يدفع هاي الستون، المريض راح يحس بالم كلش قوي. من يصير ريلاكسيشن الالم موجود بس يخف شويه. اوكي، هذا الكوليكي ابدومينال بين. همين مهم نضيف الانواع الالم اللي حكيناها فوق. فتاب اون لوكيشن بروفايد ارف جايد تو نيتشر اوف ديزيز، طبيعه الالم. فيزيرال بين اللي حكينا عليه قلنا هذا يحس به انترنالي ديو تو ديستنشن او تويستنج ستراتشنج. اوكي،
وشيبو due to distension of the hollow viscus localized poorly and is often perceived in the midline. يعني المريض يأشر لك على المنطقة يقول لك دكتور هاي بطني منها كلها توجعني، ما يأشر لك بالذات يعني بالضبط على المكان. بعد شنو intestinal pain tend to be crampy مثل التشنج. بعد شنو عندكم when originating proximal to the ileocecal valve، الإيليو اللي هو آخر جزء بالسمول انتستن، والسيكم مثل ما تعرفون هو أول جزء باللارج انتستن، يرتبطون بفالف صمام. إذا كان الألم يعني قريب من هذا الصمام it usually localized above and around the umbilicus، ممكن يكون الألم داير مدار الأمبلايكس. pain of colonic origin اللي بالكولون يعني بالكولون is perceived in the hypogastric and the lower quadrants، يعني يصير جوا الصرع عادة، يعني جوا الأمبلايكس هنا الكولون يعني large intestine. pain from biliary or urethric obstruction often cause patient to with an discomfort. هذا أبو البيلياري اللي عنده فيدستون بالبيلياري تراكت، أو اللي عنده ستون باليوريتر أو كيدني ستون، هذا يجيكم شبيه ديسكمفورت، يتلوى ما يستقرب مكانه، يروح من هنا ويجي من هنا، كوليك أبدومينال بين. هاي الأشياء كلها مهمة من تسأل على نوع الألم، على اللوكيشن بالضبط وينه وين مكانه. اوكي، او مثل ما قلنا بعد شنو عندنا، عندنا السوماتيك بين اللي شرحنا عليه وقلنا هذا يصير انفلاميشن بالبريتونيال لاير، وباعتبار النيرف سبلاي بيها كل شيء هواية، في المريض شو يقول لك يأشر بوينتينج على المكان اللي يأذيه اللي يكون ويل لوكالايز ويكون شارب. اوكي، such as acute appendicitis, capsular distension of the liver, kidney or spleen exacerbated by movement causing patient to remain still. إذا صار عنده ألم يعني سوماتيك بين، خصوصا جماعة الأكيوت أبندسايتس، هذا من تجي تشوفه يعني بالكلينيكال بالطوارئ أو بتشي، من تجي تشوفه تلقاه قاعد بمكانه وساكت ما يتحرك أبدا، لأن بس يتحرك يطخ البريتونيوم. أوكي، وهي إنفلامت أبندكس عنده، من يطخ البريتونيوم حي يعني الألم يزداد عنده كلش هواية. فعكس ذاك، ذاك أبو الفيزرال تشوفه إنه هو يتلوى، أوكي يعني ديسكمفورت ما مرتاح، هذا أبو السوماتيك بين اللي هو خصوصا عند peritoneal inflammation تشوف انه هو قاعد بمكانه وما يتحرك لا منه ولا منه، لانه مجرد ما يتحرك exacerbated by movement هو هذا البين. فانت من تسأل بالهيستوري على ال aggravating factor يقول لك والله دكتور انا بس اتحرك بس امشي الالم يزداد علي، ممكن تخلي ببالك هذا differential diagnosis. اوكي، اما يقول لك انه هو relieved by rest من اقعد اني ارتاح، نفس الشيء هذا ما راح ينطيك فتهند، من يقول لك relieved by movement من اتحرك يعني يروح الالم، انت راح تستثني السوماتيك بين. اوكي، فهسه اخذنا التايب of the pain. pattern of radiation يعني انت من تسال هذا الالم بس بهذا المكان لو جاي تحس بيه بمكان ثاني، اذا قال لك دكتور ده احس بيه بالرايت شولدر، وهذا ممكن من المنشا مالته الاورجن من الهيباتو بيلياري اورجن. اوكي، مثل ما قلنا الجول اوف ليدر يحسها بالرايت شولدر او بالباك، بس اذا كان بالليفت شولدر ممكن الاورجن مالته فروم ذا سبلين، يعني مثلا واحد عنده سبلين اوميجالي، اوكي راح يلعب رياضه او صار عنده فت حادث او اي شيء ثاني سواله رابتشر سبلين، السبلين انفجر عنده، هذا ايش راح يجيك؟ الم بالابدومن وبالليفت شولدر. فالمهم اذا كان بالميد باك يقول لك دكتور والله أنا عندي ألم هنا يأشر علي بالجاستريك أريا وجاي يروح بنص ظهري بالمدباك، هذا شنو مخلي ببالك؟ ممكن يكون أكيوت بنكرياتيتس، أوكي التهاب البنكرياس. إذا كان بالفلانك، الفلانك اللي عادة هاي تروح ويانا تروح ويا اليورينري تراكت، بس أنت عندك فلانك ريجن وجروين ريجن، الجروين هي كلش بالأسفل من عتر ننزل على رجلين، الفلانك بالبروكسيمال يورينري تراكت قد تكون بالكدني، أوكي مشكلة بالكدني أو بداية اليورتر اللي هو بالأبر بارت، ثم تعرفون اليورتر الحالب مقسم لثلاث أقسام، إذا كان بالأبر بارت أكفت باثولوجي ويا الكدني هذا يحس الألم بالفلانك أريا، بس إذا كان لور يعني ديستال يورينري تراكت اللي هي اللور تو بارت أوف ذا يورتر أو بالجينيتال تراكت فالألم راح يحس بالجراين. أوكي، هذا الراديشن مهم أوف ذا بين. عندكم هنا شوفوا هنا اللوكيشن،
common forms of the abdominal pain، هاي أكثر الأشياء الكامنة راح يجيك بيها. إذا شفت الألم أشر لك يا هنا، هاي stomach هنا أكثر شيء، فممكن شيء يكون ديبتيك ألسر بين usually occur in the precise location below the sternum. جو هذا مو sternum، جو الستيرنم يحس بالألم، هذا ممكن شيء ديبتيك ألسر ديزيز. نفس المريض إذا كان رجال كبير يعني بالعمر وعنده ديابيتيك، فلازم تشد الاي سي جي، ممكن شيء يكون هذا المريض ممكن يكون عنده أمعاء ماكارد انفاكشن، أو ممكن شيء يكون بعد بريسباراتوري بيزل نيمونيا عند ذات الرئة، وبيزل هنا فجاي يطخ بالدايفرام تسبب له ألم هنا. أوكي، فأنت تخلي ببالك differential diagnosis حسب المكان الموجود بيه، وهاي المنطقة خطرة لأن الشيست والهارت قريب عليه، فممكن شيء يكون أم أي جلطة قلبية عند المريض. إذا حس هنا اللي هو بالرايت أبر كوادرنت، هاي شنو موجود هنا؟ موجود عندك ليفر وجول بلادر والبيليار تراكت، ممكن شيء يكون جول بلادر بين، ترامبي أند ستيدي بين أندر ذا رايت ريبس، فوميتنج أند فيفر أسوشيتد، ممكن يكون أكيوت كوليسيستايتس أو غيرها، فشو تشوف عنده فوميتنج وفيفر وعنده ألم وتندرنس بهذه المنطقة اللي هي النيرف ساين. بعد شنو؟ هنا نزلنا، هاي هي الفلانك اري، احنا الأبدومن نقسمها 9 مناطق اللي هي هنا رايت سيرفو كوند رايت ابر كوادرنت، وعندك هنا دي جاستريك اريا، هنا ليفت هايبو سوري ليفت ابر كوادرنت، نجي هنا هاي الفلانك من رايت وليفت، وبالنص اللي هي الامبلايكال اور ميد لاين، وعندك هنا الجراين اللي هي رايت وليفت. فاذا كان عندك الم بالفلانك اري هنا، شنو عندك؟ الكيدني واليوريتر، بعدك هنا كيدني بين انترمنتد بين اللي هو شنو عقنا كونيك بين، يعني يروح ويرجع بس الالم بعده موجود يزداد ويخف بالسيفيريتي مالته. That may move from the side down to the groin and it's worsening، يعني ممكن ينزل للأسفل إذا ساءت حالة المريض. هنا شنو عندنا؟ عندنا مكان الأبندكس، أوكي، والسيكام والكولون الأسيندنج كولون، فأبندسايتس بين هنا حيكون بالبداية يكون حول الأمبلايكس، إذا انتقل هنا بالرايت إليفورس إيش سميناه؟ سميناه هو الشيفتنج بين، شيفتنج حول من هاي المنطقة لهاي المنطقة واستقر فقط هنا، هو هذا الشيفتنج بين. أوكي، بعد شنو عندنا؟ هذا المريض تشوفه ثابت بمكانه ما يتحرك، لأن إذا بس يتحرك يطخ البريتونيوم يصير الألم كلش قوي. بعد عندنا هاي المنطقة خصوصا بالفيميل، يعني ممكن منسترشوال بين، ألم المنس، أو ممكن أوفريان بين، إكتوبيك بريجننسي وغيرها إذا كان هنا يعني. بعد شنو هنا؟ اللي هو بيلفيك أورجان إنفلاميشن بي أي دي خصوصا بالومن، يعني فيرنينج بين إكستند أوفر ذا أبدومن، يعني هاي لازم تستثنيها أنت تجيز بريجننسي تيست وغيرها، هسه راح نسولف عنها إن شاء الله. أوكي، إذا كانت هاي المنطقة بيها انتفاخ والمريض يعاني من الألم، ممكن هاي تكون ويند، يعني أكسس غاز موجودة بالدايجستيف سيستم. أوكي، هاي الأبدومن كلها تأذي، جماعة الإريتابل باول سيندروم القولون العصبي عادة يجون عندهم انتفاخ هنا وألم، هذا due to excess gas in the digestive system which lead to bloating اللي هو انتفاخ البطن and associated with pain اللي هو مثل ما قلنا جماعة الإريتابل باول سيندروم. أوكي، فاكر ذات precipitate or relieve pain، احنا اللي نحكي على السكرات مثل ما قلنا site the origin duration مهمة type of the pain، بس حنسأل على ال precipitating factor or relieving factor لل pain هذا. Ask about its relation to eating, defecation, urination, respiratory, other GIT symptom، هاي كلها تسأل عليها. أكيد نقول هسترى بعد أخذتو، بس إنه يعني كمراجعة نعتبره. نسأل عن ال eating، هذا الألم بعد الأكل قبل الأكل، يعني مثلا أنت من تاكل ترتاح يخف الألم لو ما يخف، من تاكل تتضايق تحس الألم يزداد، ليش؟ لأن هاي ممكن جماعة بدك ألسر قرحة المعدة، عندنا جاستريك وعندنا دودنا ألسر، أو الجاستريك يقول أني من آكل الألم يعني كل شيء يزداد، يأذين الأكل ما ياكل، وتشوفونه حتى بعدين يصير ويت لوس يفقد وزنه، عكس منه أبو الدودنة الألسر اللي هي قرحة الاثنى عشر. هذا الدودنة الألسر يقول دكتور أنا عندي ألم يقعد من نصف الليل آكل يلا يخف، ويصير عنده ويت جاين يسمن من قد ما ياكل على مود يروح الألم، فهاي علاقة الإيتينج. بعد أبر جي آي مثل ما قلنا بلياري بنكريتيك إسكيميك باول ديزيز، أو الإسكيميك باول ديزيز شو يسمونه؟ إيت فوبيا، إنه هو يخاف من الأكل لأن بس ياكل الألم يعني يصير أعلى قمة بيه، هذا بالإسكيميك باول ديزيز. أوكي، فهذا الهنت بالإيتينج وضحت لكم إياه. أبو الديفيكيشن
يعني يقول انا دكتور من يسوي ديفيكيشن الالم يخف او هيك، يعني الالم يخف ريليف باي ديفيكيشن. هذول مثل ما قلنا جماعه الاريتبل باول سندروم عاده يصيرون اذا عنده فد باثولوجي بالكولوركتال اريا، كولون وركتم، اي باثولوجي هنا الديفيكيشن ياثر، يعني من يصير ديفيكيشن يخف الالم. اليورينيشن مهم اكيد، حتى اليو تي اي، لان شك واحد عنده التهاب بالمجاري البوليه ممكن يجيكم شنو؟ ممكن يجيكم ابدومينال بين. وبالريسبيراتوري مثل ما قلنا قبل شويه، الريسبيراتوري سيستم المريض اللي عنده نيمونيا، بيزل نيمونيا اللي هي ذات الرئه بس باللوب الاسفل من الرئه، اوكي هذا يطخ بالديافرام يسوي له اريتيشن فيحس عنده ابدومينال بين. هاي مهمه ابو الريسبيراتوري سيمتوم تسال عليها، عندك كاف الجرح مسخن، اكو سبيوتم، عندك تشيست بين، هاي اشياء مهمه بالابدومينال بين. حتى لو كان السيستم المهم عندك جي اي تي تسال ذاك، لان في شي يكون ريفيرد بين، لا تنسى هاي الفقره، او ممكن شي يكون بعد هيباتوبيليا هم يفيدك فيها. نسال على البوزيشن، البوزيشن اوف ذا بيشنت فيري امبورتنت، ليش ديما يفيدك البوزيشن؟ اذا قال لك دكتور انا قاعد هيك وما اتحرك، انت شو تفكر؟ بالابندسايتس، شفته يتلوى يروح منه ويجي منه وما مستقر، ان ديسكمفورت راح تفكر بيه بالكوليك، يمكن هذا يوريتريك كوليك، ممكن يكون كدني ستون، يوريتريك ستون، هيك شيء. شفته لينينج فورورد، يعني قاعد ومنحني نحو الامام ويا فوميتنج وابدومينال بين والالم يروح الظهره، هاي شنو هاي؟ هاي تيبيكال برزنتيشن فور اكيوت بنكرياتيتس، التهاب البنكرياس. يجيك عنده ألم بالبطن وتشوف البوزيشن انه مخلي ايديه على بطنه ومنحني نحو الامام، شلون مدنك هيك يعني منحني وعنده ألم ظهره، هاي شنو؟ مثل ما قلنا او البنكرياتايتس، اكيوت بنكرياتايتس. جاسترو ايسوفيجال ريفلكس او الجير، شو يقول لك؟ يقول انا من انام الالم يزداد عندي، لان مو ينام يصير ارتخاء بالسفنكتر، ترجع حامضية المعدة كلها ترجع على الإيسوفيجس، ممكن شنو يزود الألم؟ من يقعد يرتاح، من ينام على مخدة عالية يرتاح، أوكي هاي جماعة يعني جماعة الجلد. وبعد عندكم الماسكولوسكيلتال سيستم، مهم بالخيمياء. نسأل عن المنس، منسجوال سايكل، المينارك اللي هي فيرست منس، ممكن تيوب أوفريان، إندوميتريال إنكلودينج إندوميتريوسيس، هاي تجي عندها مشكلة بالمنس، تقول إنه هي عندها هيفي منس وأبدومينال بين لور، فأنت تسأل بالجاينيكولوجي هاي ما بتاخذوها. بعد او الاكزرشن، بس على الاكزرشن يعني انت كنت تلعب رياضه مثلا وصار عندك هذا الالم، ممكن انتستانال اسكيميا او ماسكولوسكيليتال، صار عندك تشنج بالعضلات اوكي مال الابدومن، انتستانال اسكيميا فجاه، يعني هو جاي يلعب او جاي يركض سريع وصار عنده فد اسكيميا بالانتستين، صار فد التواء بيها فد شيء وانقطع له بلاد سبلاي، فراح يجيك يعني اوريدي ابدومينال بين. ميديكيشن اور سبيسيفيك فود، خصوصا السبايسي فود، يعني هذا السبايسي فود يأثر على المريض، أوكي ممكن يسوي له تثبت الألسر وتثبت له الألم، معترض الديس أوردر فود انتولرانس، إذا كان ماكل فد أكلة غريبة هسه بيصير عنده بويزنينج، الفومتينج هم يفيدك بالهيستوري. جاسترو إيسوفيجال ريفلكس مثل ما قلنا السبايسي فود والشوكليت الكوفي التي، هاي تسأل عليها ليش؟ لأن هي تعتبر كريسك فاكتور للجلد اللي هو الجاني متعارف عليه، وهذا الشيء كلش كمان، حتى السموكينج هي ريسك فاكتور للجلد، الاوبيسيتي يعني انت لا تشوفها عند المريض، هاي كلها اشياء توصلك الى ديفرنشال دايجنوسيس حسب الهيستوري، كل شيء إلى انت اوكي. يعني انا هسه قلت لكم هاي الكيس انه مريض شفتوه انتم بالاكزامينيشن لين فورورد وعنده ابدومينال بين وفوميتنج وصار له هواية او ممكن فترة قليلة وعند الالم جاي يروح بالظهر، يعني ايش تخلي ببالك مبدئيا اكيد بنكرياتايتس، يتلوى ما ادري شنو هذا كوليك ابدومينال بين، قاعد بمكانه وتبحث عنده تندرنس، وهاي الساينات الاخرى اللي انت لازم تشوفها بالابندسايتس ممكن تخلي ببالك اكيوت ابندسايتس. اوكي بورفيريا ادرينال انسفيشنسي ان كيتو اسيدوسس وتوكسين، كيتو اسيدوسس هو الدي كي اي اللي هي تزداد الحموضه بالدم، خصوصا دول جماعه السكر يصير عندهم يجيك ابدومينال بين وفوميتنج، وانت تشم الاسيتون يعني الكيتون بديز ما تنتشر بالجسم، فتشم اسيتون بريثينج بالتنفس ما مثل الاسيتون، هذا كل لكن هذا دي كي طبعا هاي كلش خطره وامرجنسي لازم تتعالج بسرعه. تسال على الستريس، ديبرشن، عندك فد شي مضايقك، ضايج من فد شي، عندك فد حاله وفاه قريبه، اوكي
لأن هذول ممكن يصير عندهم ارتباط بوظ سندروم قولون عصبي من يسترس من كل شيء، ممكن سايكوجينيك بين، ما عنده فد مشكلة بس هو سايكوجينيك بين، أوكي؟ فهذا الديفرنشال دايجنوست مثل ما أخذناها، أنت راح تسأل عليها بالهيستوري، أول شيء تبلش بالسيستم اللي هو انفولفمنت الجي اي تي، بعدين تسأل الريسبيراتوري على مود تستثني النيمونيا، تسأل على الجينيتال ورينري سيستم حتى تستثني اليو تي اي والشغلات الريليتد إلها، تسأل على الليفر وغيرها حتى خاف تطلع عنده فد جول بلادر ستون او فد شيء ثاني، اوكي؟ تيجي ترتب الهيستوري مالتك، فهاي كلها هند لكم. انا من اقول لك تسأل على السترس لان ده اوضح لك شنو السبب، ممكن ارتبط بول سندروم سبب الالم، ممكن يكون سايكوجينيك بين اذا دزيت التحاليل طلعت نظيفه ما بيها شيء، اسوشيت السيمتوم المريض ده مسخن يفرق، اذا عنده سخونه وشوس ممكن شنو هذا؟ اكيد انفكشن، الم مسخن يعني هذا التهاب بجسمه، infection inflammatory disease infection ممكن ابو البول اسكيميا، ايضا يجيك فيفر weight loss very important، ممكن مهم هذا الويت لوس ليش؟ لان قلنا ممكن جاستريك ألسر، قد يكون تيومر، الكرون والاوثرتيف كولايتس ايضا يصير عندهم ويت لوس، مال ابزوربشن سيندروم اوكي يصير عنده ويت لوس، اسكيميا ويفقد وزنه لان هو ما ياكل، والاكل مثل ما قلنا جماعة الباول اسكيميا يخافوا من الأكل، يقول أنا إذا أكلت معناته انتقمت من نفسي لأن الألم كلش حيزداد، أوكي؟ فويت لوس مهم تسأل عليه، خصوصا تستثني الكانسر، ممكن هذا عنده فد سي أي ستومك أو سي أي سيكم سي أي كولون، يفقد وزن هذا المريض، فأنت تسأل عليه. نوزيا اند فوميتنج، احنا هاي اصلا متفقين عليها، انت ابدومينال بين تسأل ريليتد اليها، نوزيا فوميتنج دياريا كونستيبيشن، لأن هاي إشارة تعطيك هنت، قد يكون obstruction, infection, inflammatory disease, metabolic disease, dysphagia, odynophagia اللي هي odynophagia عنده painful swallow، من يبلع الألم يصير عنده ألم بالبلع، هذا مشكلة بالإيسوفاجس يعني بالمريء، early satiety يشبع على وقت، هذا ممكن عنده gastric disease, or gastritis, or gastric ulcer. Hematemesis، hematemesis اللي هو vomiting of blood، المريض يعني عفوا يتقيأ بلد لما يكون عنده هيماتيميسيس ومالي ان هذا ني ساين اوف ابر جي اي بليدنج، اوكي؟ فممكن ايسوفيال، ممكن جاستريك، ممكن دودينال، صار بيهم في بيرفوريشن اكسر وصار بيها بيرفوريشن، الكونستبيشن مهم، قد يكون المريض عنده كونستبيشن لاسباب كلش هواية اللي هي مشكلة بالكولون، اوكي؟ او مشكلة بالانال، بيري انال فيشر او غيرها، هيمورويد، تدني شغلات كونستبيشن مهمة تسأل عليها، تسأل على الجوندس، ليش جوندس؟ على شنو أستثني؟ مشاكل الليفر والبليار تراك بصورة عامة، يعني قد يكون المريض عنده فيدستون وسويت له ستركشن بالسي بي دي كمان باول داكت وسويت له جوندس، بعد الجوندس بمن يفيدك؟ يفيدك بالسيكل سيل أنيميا، السيكل سيل أنيميا المريض بيصير عنده شنو؟ يعني هو متاخد هيستوري يقول لك دكتور انا عندي داء يعني مرض دم المنجلي اللي هي سيكل سيل انيميا، هذا هو السيكل، السيكل الار بي سي عفوا شكل مالته مثل المنجل، فشبيها سو لودينج تنحصر بالجي اي تي، وشنو بعد؟ يعني تسوي لك اسكيميا، فيجيك المريض عنده اسكيميا بسبب هاي السيكل سيل انيميا، والمريض ايش يكون جوندس لان هي الار بي سي ده تتكسر فيطلع البيلروبين ويصير عنده جوندس، فالجوندس مهم بالجي اي تي ليش؟ شغلتين ليفر وبعد السيكل سيل انيميا. دياري اتفقنا على الدياري، قد يكون بويزنج، قد يكون جاستروانترايتس، التهاب بالامعاء، انفلاماتوري ديزيز، انفكشن، مال ابزوربشن، اسكيميا، كملنا من الجي اي تي كلها نروح وين؟ للجينيتال يورينري سيستم، تسال ديسيوريا، عنده هيماتوريا يعني حرقه بالدرار مثلا، اكو في بلاد نيورن، فاجينال اور بينال ديسشارج، هيماتكتيزيا، والملينة ويا الهيماتيميز، شو الفرق الهيماتوكتيزيا على الملينة؟ هن اثنين وقتها بلاد ان ستول، بس شنو الفرق؟ الفرق ابو الملينة يطلع بلاك تار ستول، يعني يكون مائل للسواد بلاك، ابو الهيماتوكتيزيا لا فريش بلاد، بلاد فريش يعني احمر فريش، هذا معناته لور جي اي بليدنج، اما ابو الملينة لا ابر جي اي بليدنج، قد يكون من الدودينم او من الستومك، ليش؟ لان هذا البلد من طلع من الاستومات ويا ما انخلط، انخلط ويا الدايجستيف جوسز او الدايجستيف انزايم الموجوده، فتغير لونه، يعني هو بعد عمليه الدايجستشن تغير لونه من الفريش للون الدارك، فطلع دارك
سميناه بلاك تارس تول، اللي هو المرينة تعريفه بلاك تارس تول، مثل السوار مثل الجير. هاي المرينة اللي ما تكتنزل، لا يعني هو من الانس حيطلع ويا الستول بلاد، هذا هي هيماتوكيزيا. تسأل على السكين جوينت اي ديسوردر، ممكن انفلاماتوري ديزيز بكتيريال اور فايرال انفكشن. بريدسبوزنج فاكتور، فاملي هيستوري مهم، قد يكون عنده انفلاماتوري ديزيز، قد يكون تيومر، بنكريتايتس، هايبرتنشن، اند اثيروسكلروتيك ديزيز، او الهايبرتنشن وبالاثيروسكلروتيك، ممكن هاي قد امبولاي سدت المزنتريك ارتري، سوت الاسكيميا جاك ابدومينال بين. أو السكر diabetic mellitus very important. أو الدي إم ممكن قلت لكم مشكلة بالهارت، أم أي ممكن مشكلة بالرسبيراتوري نيمونيا، وممكن شنو عنده كيتو أسيدوسيس أو الدي كي أي، وحدة من البرزنتيشن تعرف بها الدي كي أي حيمر عليكم إن شاء الله وايد بالباطنية وبالأطفال تاخذوها. يجي عنده vomiting وabdominal pain and acetone breathing. بعد motility disorder سيروزايتس، سيروزايتس اللي هو شنو معناته؟ معناته البطانة مالت الرئة أو مالت الهارت أو مالت الأبدومن يصير بها التهاب، مثل بلورايتس البلورا أو يعني أوف ذا لانج، أو ممكن بريكارديوم يصير بها بريكاردايتس التهاب بطانة أو شغاف القلب، أو عندكم بيريتونايتس اللي هي البيريتونيوم مغطي واحدة من اللايرات أوف ذا أبدومن، هو هذا السيروزايتس. ديبريشن مهم، سموكينج قلنا سموكينج يعني ريسك فور اسكيميا، ريسنت سموكينج سيسيشن، انفلاماتوري ديزيز وإيثانول يوز. أو الإيثانول هذا راح يأثر على الليفر أكثر شيء وعلى الستوماك حتى على الإيسوفيجس، يعني يحرق هاي المنطقة كلها، فش يجيك ممكن بنكريتات ديزيز، إيباتو بيليار ديزيز، جاسترايتس، بيبتيك ألسر ديزيز. أوكي كملنا من الهيستوري، وأعتقد سولفنا عن كل شيء هواية حسب السايت والديوريشن وكل شيء، وضح لي شنو السبب مالته. هسه حنيجي إلنا للإكزامينيشن، أنت تيجي تبحث مريض إجاك عنده أبدومينال بين، شو راح تمشي سيستماتيك؟ أول شي جنرال إكزام، وبعدين تروح لوكالايز اللي هو أبدومينال إكزام. أوكي فذي جنرال إكزام، جنرال لوك، لازم شو تشوف؟ إيش أكو مريض يجيني نشوف هل هو هيمودايناميك ستيبل أو انستيبل، يعني مشوك لو ما مشوك. مشوك يعني شنو؟ تلقى الضغط ما تنازل مصفر، والريسبيراتوري ريت والبلس عاليات، acid base disturbance sorry يعني acetone breathing مثلا، nutritional deficiency صار مريض weight loss انت تشوفه ضعيف وبالر، coagulopathy عنده، arterial occlusive disease، stigmata of the liver disease تروح تدور عليها، واكيد تعرفوها الاستيغماتا اللي هي مثلا ascites بالابدومين، gynecomastia، carbapenemidosa اللي هي dilated vein تطلع بالابدومين، هاي بالكلينيكال سيشن تاخذونها. تشوفوا لنا كارديك ديسفكشن مهمة ولا ادينوباثي؟ ليش ادينوباثي عن السكين ليجن؟ بس اكيد راح يأثر على بالكم اني ليش نشوف الليمف ادينوباثي اللي هو سولونج اوف ذا لينك نود، يعني هاي العقد اللمفاوية الموجودة بالنيك مثلا بالرقبة مالته او بايده او برجله او بالجروين اريا، شنو السبب من عندها؟ اكو شيء يسمونه مزنتريك ليمف ادينايتس، مزنتريك ليمف ادينايتس اللي هو الحقب اللمفاوية الموجودة بالابدومن بالمزنتري يصير بها التهاب. الدليل الثاني ان كل الليمف نود الموجودة بالجسم من تفحصها تلقاها مورمة، يعني ليمف ادينوباث جنرالايز كل الجسم، ويجيك ابدومينال بين، يعني مريض مسخن وعنده ليمف ادينوباثي ورم بالعقد اللمفاوية بالرضومات او فتشي ويجيك ابدومينال بين، لازم شو تشيك؟ ممكن هذا يكون مزنتريك ليمف ادينايتس، مزنتريك ليمف ادينايتس، او اذا كان سكن ليجن هذا بالهينوكشولين بربرة اللي هو اتش اس بي، هذا يجيك ترويد اللي هو عنده فد سكن ليجن اللي هو طفح جلدي مثل بربرة بجسمه، وعنده جوينت بين مشكلة بالجوينت وابدومنا بين، هذا ثلاثة يميز الاتش اس بي هينوكشولين بربرة. إذا تحبون تبحثون صورة عنه وتشوفوها، أوكي؟ بس بس بتوضح لكم الفيزيكال اكزامينيشن بما يفيدنا. بعد ورا ما كملت جنرال، تجي تبحث الأبدومين مثل ما علموكم بالسيشن، انسبكشن إذا كان أكو استجمات أوف ليفر ديزيز، أكو ديستنشن، بعدين نسوي بالبيشن حتى تشوف الجاردنينج والريجيديتي الموجودة بالأبدومين. مرات أكو فتشي يسموه جاردنينج وأكو ريجيديتي، سمعوني هواية، اللي هي الصلابة مالت البطن أثناء الفحص. إذا لقيت مثل الخشبة بورد لايك هاي ريجيد أبدومين، تجيك أكيوت أبدومين كلش مهمة، يعني راح تسمعها هواي بالطوارئ أو بالطفسادس وغيرها، من يقول لك المريض هذا عنده أكيوت أبدومين معناتها سيرجيكال كوز،
قد يكون عنده ابندسايتس ومربشرة، قد يكون عنده بيبتيك ألسر ومربشرة. أوكي، فهاي ريجيد اللي هو مثل الخشبة ريجيدتي. أما الجاردنينج، الجاردنينج هو أني مو أسوي أخلي إيدي على بطني، هو يشنج عضلات البطن. جاردنينج يعني هو مفتعله المريض يسويها. أوكي جاردنينج. وأكو ريجيدتي، ريجيدتي أخطر لأن هي معناتها أكيوت أبدومن. فورا ما فحصنا الأبدومن وبعدين نسوي فالبيشن وبيركشن، حتى إذا كانت أكو فيد ماس، أكو بالستايل ماس موجودة. إذا بالستايل ماس بالنص تنبض، ممكن شو يكون هذا؟ أورتيك أنيوريزم، مهم تفيدك في الأبدومينال بين. بعدين تخلي السماعة وتسمع إذا لقيت برويد، يعني ممكن هذا أكو فد انسداد. أوتر بالباول باول هابت، تخليها انتستاينال بالانتستن، تشوف إنه الباول ساوند ماكو، ممكن هذا أكو بيربريشن أو بيريتونايتس. أوكي، ورا ما كملنا الابدومال اكزام احنا متعودين شو نقول للمنتحين، نقول له I'd like to examine the genitalia and PR examination اللي هو الركتال examination. فالركتال مهم حتى نشوف التندرنس، اكفد مار، اكفد بلاد. اوكي، والبلفيك examination in the woman is essential، ولازم يعني بالفيميل. اذا صار عندها abdominal pain ولور وهيك وشكيت بها gynecology cause، تروح تسوي pelvic examination. اوكي، هسه احنا كملنا هيستوري وسوينا اكزامينيشن جنرال وفحصنا الابدومين بالانسبكشن بالبيشن وبيركشن الضربات، واخر شيء الاوسكلتيشن. شكينا في شيء معين، شنو اللابراتوري الروتين اللابراتوري اند راديولوجيك ستاديز اللي ندزها؟ Those depend on the clinical setting. يعني انت شنو شكيت تدز حتى تستثني. فيدك السي بي سي، كومبليت بلاد كاونت، سيروم الكتروليت، coagulation parameters، يعني كل شيء تدز، سيرم جلوكوز خايف يطلع عنده سكر وجاك هذا دي كي اي، شغلات الليفر، التيست اوف ذا ليفر فيري امبورتنت، كدني يورين، يعني كدني فانكشن تيست، بنكريتيك فانكشن اللي هو الامايليز واللايبيز، اللايبيز طبعا مور سبيسيفيك، زي يورين يعني يورين اناليسيس حتى تسمي اليو تي اي. يعني هاي التحاليل البسيطة اللي متوفرة عندنا. بعد عندنا تشيس اكس راي فيري امبورتنت، التشيس راح يفيدك إذا كان المريض عنده مثلا نيمونيا، عنده مشكلة بالمجستاينا بالهارت. بعد الـ ECG very important حتى نستكمل referred pain from the cardiac disease. يعني هو هذا الروتين اللي انت روتين يجيك واحد ابدومينال بين ما ادري شنو، واحدة من التحاليل الانفستيجيشن المهمة ECG، يعني مود اسكن referred pain، لان دائما يغشنا. بلين ابدومينال راديوجراف يعني سونار للابدومين كلش مهمة، يشوف لك الانتسان ستيشن، اكو فد توسع، اكو فد جازز، اكو فد يعني فد مشكلة توضح لك ان انفلاماتوري باول ديزيز. اوكي، يشيك لك الليفر سايز اذا كان مشكلة بالسبلين مثلا بالجول بلادر، فري بريتونيال اير، ليفر سايز، ابدومينال كلاسيفيكيشن مثل جول ستون، رينال ستون، كرونيك بنكريتايتس، كلها حتتوضح بالراديوجرام. فيشوال ستاديز مثلا ابدومينال الترا ساوند، باك ابدومينال اكس راي، هذا الترا ساوند. الالتراساوند سونار تو فيجواليز بيليري داكت، يعني يفيدك بالبليري، جول بلادر، ليفر، بنكرياس، كدني، كلها يعني هاي سيستماتيك هو تمشي على الابدومن كلها يفيده. ممكن سي تي سكان اوف ذا ابدومن، السي تي سكان عاده اذا عنده ماس وعنده ابسس وما يعني نشفتها، هي عاده ما تطلع تفاصيلها بالالتراساوند، لكن السي تي حتكون مور سبيسيفيك. اوكي، وباريوم كونتراست راديوغراف، الباريوم يفيدك لمن؟ يفيدك بجماعه inflammatory bowel disease أو ulcerative colon disease، هذا ولا حتى يطلع لك الباثولوجي اللي يصير بالديسندنج كولون. إذا مريض عنده مثلا ريبتيك ألسر وما طلعت في الانفستيجيشن وغيره، ممكن شدس اندوسكوبي، سيجمويدوسكوبي، يعني أورج أي اندوسكوبي هاي ريبتيك ألسر، سيجمويدوسكوبي، كولونوسكوبي هاي إذا كان في باثولوجي بالكولون، يعني مثلا بوليب، عنده في دايفرتيكولام. كولنجيوغرافي، كولنجيو من اسمه يعني هاي عاد بالياريتراك، نستثني اذا كان اكو فد ستون بيها وهي مسويت لنا هذا الالم وياها جوندس. انجيوغرافي هاي سي تي وام ار اي يفيدنا عادة بال يعني بالفيزلز. ان سيلكتد كيسز بيركوتين ماس بايوبسي لابروسكوبي اند اكسبلاتوري لابراتومي، يعني مرات يجيك المريض اكيوت اوف داون ومشوك وانت ما تعرف السبب، قبل يسمونه يعني اكسبلاتوري لبرتهم، يفتح بطنه ويستكشف شنو الشيء اللي دا يصير، ابو رابتشر ايوتيك انيوريزم وغيرها وغيرها. واي كيسات اكيوت ابدومن تتطلب انه يسوي لبرتهم على مود تشوف السبب اللي يعني شنو سبب هذا البين. اكيوت كاتاستروفيك ابدومينال بين اللي هو انتستن
sorry, intense abdominal pain of acute ons or pain associated with syncope, hypotension or toxic appearance يحتاج يعني rapid evaluation. يعني مريض جاك هسه هو عنده ألم كلش قوي acute صار له ساعة ساعتين أو 3 دقائق، وهذا الألم ويا syncope، فقد الوعي ووقع وضغطه انخفض، هذا يخوف. يجوز صار عنده نزف داخلي وفقد يعني فقد وعيه وصار عنده hypotension، قد يكون rupture aortic aneurysm. اوكي، قد يكون ectopic pregnancy اذا كانت female، perforated pleuric ulcer، ونزف ونزف المريض وما ندري بيه، وجانا مشوك وألم يعني قوي، فهذا شنو؟ ريبت ايفالويشن حتى تنقذ حياتك، to be safe life. life saving sorry. consider obstruction, perforation or rupture of hollow viscous. أنا هاي تخليها ببالك، هي خصوصا خاف من عنده aortic aneurysm، حالة الالسريشن، abdominal sepsis، ketoacidosis of DKA، الادرينال كرايسيس very important. يجيك هذا من الفحصة تلقى عنده تتغير بجسمه، history of cortisol، ياخذ كورتيزول اوكي، وفجأة قطع الكورتيزول يجيك ادرينال كرايسيس، الضغط مالته في الصفر يعني مشوك، وهم انا فاقد وعيه وابدومينال بين قبل، يعني عاني من ابدومينال بين وقبل شوك ووقع، هذا قد يكون ادرينال كرايسيس بالهيستوري. هم فيه هيستوري فيتشر اوف امبورتنس مثل ما حكيناها، اوكي، الايج، تايم اوف اونز، اكتيفيتي اوف ذا بيشنت، لوكيشن، راديشن، اكو نوزيا، فوميتنج، انوركسيا، تمبرال تشينج ان ذا باول هابيت، اند انسيفال هيستوري. نفس التفاصيل اللي حكيتها فوق. فيزيكال اكزامينيشن قلنا جنرال لوك اوف ذا بيشنت، شوف البوزيشن، اكو فيفر اوكي، بعدين تجي تبحث ابدومينال اكزام، ديزاين لابوراتوري انفستيجيشن مثل هيماتوكريت ما بي نورمال وذا كيوت هيمورج. احنا اتفقنا انه ال جماعة الأكيوت هيموريج إنه الهيموغلوبين بالبداية ما يتأثر، يطلع لك طبيعي، بس لو كان كرونيك هيموريج لا راح يتأثر، لأن يعني البلد يصير بي شيفتنج أوكي، فبعدين ال اتش بي يقل والهيماتوكريت تقل، اللي تو جاي ينزف هذا ما يفيدك تدز اتش بي وهيماتوكريت، لأن عادة تطلع نورمال. وايت بي سي والديفرنشال كاونت، الوايت بي سي بي ما يفيدنا، أكيد اللي يفيدنا حتى نشوف انفكشن، إذا كانت بكتيريال انفكشن راح تصعد عندك النيتروفيل اوكي، واذا كان فايرال انفكشن لا تصعد عندك الليمفوسايت. ارتيريال بلاد جاز هذا يفيدنا بالنيمونيا والريسبيراتوري سيمتوم، سيروم الكتروليت مهمه، ممكن هايبركاليميا وغيرها، كم يجيك فوميتنج ويعني تشيست بين وابدومينال بين. بعد شنو عندنا؟ الكدني، كدني فانكشن تيست، وبلاد يورين، نيتروجين، كرياتينين، اذا جلوكوز، حتى نشوف خاف عنده ديابيتيك وجانب دي كي اي ابدومينال بين. لايبيز اور امايليز، لايبيز هو مور سبيسيفيك فور بنكرياتيتس، اكوت بنكرياتيتس اوكي. فيميل اوف ريبرودكتيف ايج شود هاف ا بريجنسي تيست. واي؟ لان احنا بنلاحظ بعدنا بالميديسن انه يعني شكو فيميل اجتك وكان عندها لور ابدومينال بين وهي متزوجه، او حتى اذا ما متزوجه عادي، يعني بغض النظر عن كل شيء، فيميل ريبرودكتيف ايج وعندها لور ابدومينال بين، it is ectopic pregnancy to the group otherwise، لحد ما تثبت العكس تعتبر ectopic pregnancy، فشلون تعرفه؟ تدز على pregnancy test. راديولوجيكال الصديد مثل ما قلنا يفيدك ال abdominal thumbs supine and upright. ليش يفيدنا supine and upright؟ إذا supine والأبرايت واقف وناخذ abdominal pain حتى نشوف ال air under diaphragm، الغازات اللي تصير تحت الديافرام، هاي وين تصير بالبيرفوريتد ديسكاس، خصوصا بالبيرفوريتد بيبتك اكسر، قرحة المعدة كلش مهمة، تلقى عنده فت اير اندر دايفرام، هاي فت ساين ان شاء الله تاخدوها بالاشعة اوكي، فهاي مهمة الابدان يعني اوفرا ساوند عفوا. السي تي مهمة حتى نشوف الباول بيرفوريشن، انفلاميشن، سولد اورجان انفاكشن، بليدنج، ابسس تيومر، شكمان انت ما قدرت يعني تتوصل تشوف تفاصيلك، اذا سي تي حيطلع عليك اكثر وضوح. المريض إذا كان عنده فد اسايتس اوكي، او اوكي اسايتس لازم تشدز ابدومينال باراسنتيسيس، اللي هني تسحب من هاي السوائل حتى تفحصها وتشوف اذا كان اكو فد ايفيدنس اوف بليدنج اور بيرتونايتس. ابدومينال الترا ساوند نشوف الابسس، كوريزيسايتس، بلياري اور يوريترال اوبستراكشن، هيماتوما تو ديترماين ذا ايورتيك دايميتر، مثل ما اتفقنا على نفس التحاليل اللي حكيناها. ذا انيشال ديسيجن بوينت is based on whether the patient is hemodynamically stable or unstable. يعني إذا هو مو المريض مشوك وتعبان تتوقع تدز هاي التحاليل كلها سونار ومدري شنو، لا،
هنا راح تفقده انت، يروح من ايديك وانت كل شيء مسوي له. تعامل معاملة الطوارئ اللي هي الاي بي سي بعد، اذا يعني حسب مستقر لو مستقر، مستقر تعامل وياه على كيف، ما مستقر لا، يعني هذا الامرجنسي دير بالك عليه. بعد شنو عندنا؟ المرض اللي شكيت بيه عنده رابتشر ايورتيك، يعني رابتشر ايورتيك انيورزم او ابدومينال ايورتيك انيورزم بالاكزامينيشن، لقيت عنده بالستايل ماس ماس بطنه، وبطنه يعني منتفخه وعنده الم قوي، فهذا لازم شنو يعني يحتاج سيرجيكال اكسبلوريشن immediately، surgical exploration تفتح البطن على مود تصلح هذا الأيورتا اللي صار بيه aneurysm. If the patient is hemodynamically stable, the next decision is whether abdominal rigid or not. يعني المريض إذا كان لقيته مستقر stable أموره زينة، شوف بطنه rigid لو مو rigid. إذا rigid فهي تخوف acute abdominal، قد يكون شنو أخطر شيء perforation or obstruction. أما عند انسداد أو عنده ثقب بفتشي بالأبندكس الزائدة الدودية أو بال سوري لا يعني الستومك، the perforation obstruction يمتى تشوف إذا لقيتها rigid. وأنا قلت لكم شنو يعني rigid، board like مثل الخشبة، بطنة مثل الخشبة يعني كلش صلبة. The diagnosis can generally be made by the chest and plain abdominal radiograph. ال plain abdominal radiograph و chest بما يفيدك لما توقف، يوقف المريض وتشوف عنده اير اندر دايفرام، هذا بيرفوريت الديسكس، اما لازم تسوي سيرجري وتعالج هاي الحاله. تمام، وصلت الفكره؟ زين، اذا كانت الابدومين نو نوت ريجيد، مو ريجيد، the causes may be grouped based on whether the pain is poorly localized or well localized. اذا المريض مستقر وقاعد وجيت فحصت بطنه لقيتها مو ريجيد زينه، اذا هسه انت على من تعتمد؟ هذا الالم poor localized لو well localized، visceral لو parietal، حسب يأشر لك عليه هذا well localized، يقول لك بطني هاي كلها توجعني هذا poor localized، فأنا أكيد حسب ال causes. إذا كان poor localized one should assess whether an aortic aneurysm is possible. إذا كان poor localized كل بطنك أذي ممكن شو تخلي في بالك قد يكون هذا aortic aneurysm، يعني لا تستثني. إذا يعني if so موجود هذا الشيء aortic aneurysm سوي له CT scan to make the diagnosis. إذا كان not early appendicitis, early obstruction, mesenteric ischemia, هاي differential diagnosis. اوكي؟ فهسه إذا كان stable تجي تبحث البطن، rigid لو مو rigid، rigid على perforation أو obstruction، مو rigid فكر بالaortic aneurysm. إذا مو rigid سوري قول هذا well localized لو poor localized. طلع لك poorly localized بطنك كلها تأذي، خلي بالك aortic aneurysm تزيد على CT. إذا لا يعني ما طلع هو aortic aneurysm قد يكون شنو other differential diagnosis early appendicitis, early obstruction, mesenteric ischemia, IPL, IBD sorry, pancreatitis, metabolic problem are all in the differential diagnosis. ما وضحت لك أنت تخلي بالك الأكبر، يلا بعدين تجيب الكيسات الزين ذلك. أنا حتى إذا كانت بطنة not rigid و poorly localized خليت ببالي rupture aortic aneurysm، لأن هو أخطر شيء لازم أتلاحقه. تمام، وبعدين خلينا هاي التفاصيل الثانية، مات الزائدة الدودية، قد يكون عنده اسكيميا. هذا بالاسكيميا عادة يجيك عنده history of atrial fibrillation اللي بالهارت مات ضرباتها مو يعني مو تمام، فهاي الاتريال فيبريليشن تدخل في ترومباي كثرة تروح تسد لنا المزندريك ارتري، تسد لنا مزندريك اسكيميا. اوكي، ها فكرة الاسكيميا. هذا الجدول أو الباراجراف يوضح لك الأريا اللي حكينا عليها. نقسم الأبدومن 9 مناطق. أوكي، هذا الرايت، هاي الليفت، هاي السنتر، هاي مثل ما قلت لكم رايت أبر كوادرانت، ليفت أبر كوادرانت، الجاستريك أريا، أمبلايكال أريا، فلانك ريجن، دول الاثنين رايت وليفت، وعندك قلنا الجروين، وهي منطقة الهايبوجاستريك يسمونها. أوكي، هنا كل واحدة والديفرنشال دايجنوستس. هنا منطقة الليفر والجول بلادر، شوف ايش قال، كوليستايتس، ممكن جول ستون، هيباتايتس بالليفر، او ممكن دودنا، دودنا اوسع باعتبار الدودنا هنا حيكون امتداد له. هنا عندك السوالف شنو الستومك والايسوفيجس. اوكي، دودنا اوسع، ستومك اوسع، هيباتايتس، بيجاستريك هرنية ممكن، هي أتال هرنية، هارت بيرن، إنجاي إنجاي جسم، هاي مالت الإيسوفيجس.
قبل الليل شنو عندنا هنا؟ اكثر شيء السمك تضرب على الليل. فك شنو بس بيبسي جاسترايت ستومك ألسر، وممكن البنكرياتيتس. ليش؟ لانه التيل مات البنكرياس، احنا البنكرياس هنا ينكد بهيد نيك بودي وتيل، التيل يضخ بهاي المنطقة، فاذا كان عندك مشكلة بالتيل اوف ذا بنكرياس حتحس الالم هنا بالليفت ريجن ابر كوادرنت. هنا الكدني اوكي، والكولون هو ممكن انفلاماتوري باور ديزيز، كونستبيشن، كدني ستون، كدني انفكشن. هنا الامبلايكال اكثر شيء مهمه هي الهرنيا، يعني عاده المريض يقول لي دكتور انا والله ما ابي شيء بس من انكريس عندي الم بطن، تحديدا هنا مكان يعني بالامبلايكس، ممكن اذا تفحصه تلقى عنده هرنيا. غير الابندسايتس، ما قلنا الابندسايتس صار الالم هنا بعدين ينتقل تماما من هنا لهنا، صار شيفتنج. الانفلاماتوري باول ديزيز يعني سواء الكولون والقولون العصبي وغيره، والبنكرياتيتس ايضا هنا، هنا نفس الديفرنشال دايجنوسيس. هذه المنطقة عندنا الابندسايتس مهمة، الانفلاماتوري باول ديزيز، كونستبيشن، وبالجاينيكولوجيكال كول ما ننسى هاي المنطقة كلها للجاينيكولوجي. ليش؟ لأنه صرنا قريبين على البلفيك اورجانز اوكي، اللي هي الاوفريز، اليوتراس. هنا ممكن شي يكون عندنا بلدر موجودة، يعني مو ستون سوري لامبلايكس، هنا عندنا البلدر قد يكون بدر انفكشن، بروستايتس، دايفركتولايتس، انفلاماتوري باول ديزيز، بلفيك بين بالجاينيكولوجي، وهنا نفس الديفرنشال دايجنوسيس. اوكي pain localized to the epigastric maybe cardiac origin. احنا اتفقنا اذا لقيت المريض عنده الم هي الابدومن، هنا اكو تشيست فوق، اذا لقيت الالم هنا خاف من التشيست بمشكلتين، قد يكون respiratory problem وقد يكون شنو heart problem يعني نيمونيا و ام اي، لازم تستثنيها. pain localized in the right upper quadrant. right upper quadrant وين هي يعني؟ هاي right upper quadrant، خلي ببالك سواء في الليفر، ممكن stomach ulcer، duodenal ulcer، hepatitis، اوكي، بايلانفرايتس اللي هي التهاب بالكلى، infection of the kidney، هي هنا ممكن هم الطفل المريض يأشر لك هنا، فهي هاي المنطقة تأذي، فإتس اوكي هاي نفس الشيء، ممكن تخلي ببالك بايلانفرايتس، والهيستوري هو اللي يفصل بين هاي الأمور كلها. الديوريشن اللي حكينا عليها وقلنا الفتره صار لي قد الالم عندك كلش مهمه، لان راح يفرق لك بين الاكيوت وبين الكرونيك بين. اذا كان اكيوت تفكر بالكوليسيستايتس يعني بنكرياتيتس، بنكرياتايتس، هاي جي اي تي كوز، هي هاي تجيك اكيوت اكو نون جي اي تي، خصوصا اذا كان فيميل وحامل وتوها جتك الم قوي ببطنها واكيوت، فكر يجوز اكتوبيك موست كمان اوكي، ممكن ربتشر ايوتك انيوريزم ادرينال كوليك، وهاي التفاصيل اللي حكينا عليها. الكرونيك اكثر شيء كمان، يعني صار له اشهر قلنا هذا شنو المريض؟ هذا عنده فد مشكله بالكولون، قد يكون انفلاماتوري باول ديزيز، انسرت الفكرون. قد يكون ببتيت السر، دايفرتيكولوسيس، اريتابل باول سيندروم. اوكي. وبهذه نفس الصورة اللي حكيناها اللي هي رايت لور كوادرنت بين، اللي هي وينها؟ نشوفها على الصورة أحسن. هذه right lower quadrant pain، قد يكون appendicitis، diverticulitis، المريض يكون عنده فد سوس ابسس هنا، سوس مصب موجودة وعليها ابسس هنا، يعني كلها تدخل differential diagnosis حسب الأورجانز الموجود بالمنطقة، وعشان الميكس diverticulum، كرون، diverticulitis، mesenteric adenitis اللي حكينا عليها، قلنا هذا المريض عنده lymph adenopathy كل جسم العقد اللمفاوية مرمى وهو مسخن ويجيك abdominal pain، فكر بالmesenteric adenitis. سوس ابسس، اوفرين ابسس، تورشن، اكتوبيك بريجنانسي، سالفنجايتس اللي هو التهاب الاوفري، انفكشن اوف ذا اوفري. اوكي ليفت لور كوادرنت بين اللي هي الجهه يعني المناظره لهذا الشيء، دايفرتيكولايتس، بيربريكت نيوبلازم، اند اذر انتيتيز مثل ما حكينا. الايرلي مانجمنت هسه ما اخذنا هيستوري وسوينا اكزامينيشن وديزيت انفستيجيشن وخليت ببالك ديفرنشال دايجنوسيس. الايرلي مانجمنت مريض اجاك طوارئ عنده ابدومينال بين، تشيك للفايتال ساين اوكي، في اي في فلود، كوركشن اوف ذا لايت ريتينيك اسيد بيز ديسربنس، خصوصا شنو قصدنا يعني دي كي اي دابت كيتو اسيدوسيس اللي يصير بالمرض عنده سكري، هذا خوف اي في فلود كوركشن، سوي له اسسمنت اوف نيد فور امرجنت سيرجري، يعني ممكن ربتر ايورتيك انيورزم انت لازم تكفى على وقت على مود دخل سيرجري بسرعه، كيرفول فولو اب، ما يتفحص مو خلص يعني فحصته ورحت عنه، لا يجوز تدور حالتي، يجوز تطلع لي ساين جديده، بسوي له ري اكزامينيشن،
المريض ان بين فلازم وظيفتك انت الاساسيه يعني ريليف ذا بين، تاخذ الالم من المريض. تقدر تعطيه يعني انالجيزيا. يقول هنا the use of the narcotic analgesia is controversial، يعني ما متأكدين من عادة، بس بيها شك انه مرات المريض من تعطيه انالجيزيا يروح الالم، فيخفي لك هواي اشياء انت تدور عليها بالاكزامينيشن. بس قدر المستطاع انت اذا يعني عرفت الدايجنوسز التشخيص مالته بالضبط، خلاص انطيه انالجيزيا، ليش المريض يبقى ان بين؟ traditionally حديث النركوتيك انالجيزيا well with health pending establishment of diagnosis and therapeutic plan. يعني شوف نفس ما قلت لكم انه انت اذا شخصت وعرفت خلاص انطيه انالجيزيا، لان اذا انت يعني بعدك ما مشخص والامور تايهه عليك وتعطي انالجيزيا، المريض بعد راح الالم من عنده، شلون راح اسوي له ايفالويشن؟ استوي لك ماسكينج اوف دايجنوستيك ساين، اوكي شوف شلون يعني تغطي لك هواي تفاصيل انت تشوفها، فلازم تشخص وتكمل يلا تعطي الانالجيزيا على مود يعني تخفف الالم عن المريض. اوكي هذه هنا قصه محاضرتنا، شنو سولفنا اليوم عن الابروتش اوف ذا ابدومينال بين، وخدنا التركات المهمة والأساسية اللي تمشون عليها، وبقية هذا الهستري والإكزامينيشن أكيد أنتوا حضرتوه إن شاء الله بالكلينيكال سيشن.